صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: ما هي الأعمال التي يجوز للمسلم أن يتلفظ فيها بالنية؟ ما فيها أعمال يتلفظ فيها بالنية، إنما ورد في الإحرام أنه يقول نويت، يقول ما يقول نويت، يقول أريد الإحرام بالحج، أريد الإحرام بالعمرة، فهذا إخبار عن المنوي لا عن النية، إخبار عن المنوي لا عن النية. نعم.